الإخوة متبوعين برنامج عمل طويل مشمول أعمال في عدة نقاط، ولذلك غادي خصنا باش نكونوا مستعجلين باش يمكننا نلتحقوا في إخوان الاجتماع من أخطارنا قيادة الحزب. إخوانكم في قيادتي وأخواتكم في قيادة الحزب اختاروا هذا الاجتماع ديال اللجنة الإدارية، هذه المحطة النضالية، باش ينفذوا قرار اللي خداته لجنة إدارية سابقة، قرار اللي قرر فيه الاتحاد الشراكي إنصافا ووفاء لكل شهدائه أن يجعل من يوم 29 أكتوبر من كل سنة، وهو تاريخ تعرفون جميعا أنه تاريخ اختطاف عريس الشهداء المهدي بن بكر. التوجه ديال الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية نحو القوات الشعبية ومن أجل أن يستفيد الشعب برمته من استقلاله السياسي. وأدعوكم لقراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.